مساء الخير على كل من انضم في هذه اللحظات لمتابعتنا هنا استوديوهات روتانا خليجية، وهذا برنامج ساعة شباب وبداية جولة ممتعة في مجالات التميز والإبداع وقصص من النجاح. أبطالها دائما وأبدا هم الشباب. خلونا نتابع أبرز العناوين لليوم. متاعب السمنة، حلول عملية بدون تدخل جراحي. القراءة ثمنا للقهوة، حكاية مقهى في قرية نائية. والذكاء الاصطناعي ضمن أسبوع إعلامي في جامعة أم القرى. نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ في حسابه الشخصي على منصة إكس جانب من دورة العمل والتدريب التي تتم داخل أروقة مرواز، حيث تتوفر أعلى المعايير الموسيقية من خلال تواجد خبراء في الموسيقى وأعمال التوزيع الموسيقي. نادر حمدي مطرب وموزع موسيقي، بقالي حوالي أكتر من 20 سنة تقريبا بشتغل في مجال التوزيع الموسيقي. في نشاط كبير بيحصل في السعودية فني تحديدا. يعني بصراحة كان في ناس أنا كنت فاكر أن أنا هاجي من مستوى أقل، بس لقيت لا، في ناس يعني على علم كبير بالتوزيع وأوريدي موزعين وشغالين وعملوا حاجات موجودة على اليوتيوب وكده. أستاذ بكونسرفاتوار القاهرة، حاليا أنا مدرس أستاذ في كونسرفاتوار القاهرة، بدرس للطلبة في جميع المراحل التعليمية. والله الورشة أنا كنت معتقد إن أنا يعني إن أنا مش هلاقي حد يستطيع العزف يعني، فاتفاجئت إن هم صراحة يعني عندهم طموح إن هم يعني أولا هم في المرحلة اللي هي الجيدة وعندهم طموح ان يتعلموا. انا خالد عز، موزع وملحن موسيقي. دي تقريبا الورشه الثانيه ليا في مرواز. فكره ان انت تنقل المعلومه اللي عندك لناس جديده ما تعرفش او ما تعرفكش او انت ما تعرفهمش، بيبقى فيها متعه طبعا، لانك انت بتحاول تنقل جزء من خبرتك ليهم، وفي نفس الوقت بتستفيد لان انت بتبقى مراجع عليك، وبرضو اكيد بتستفيد من خبراتهم. هم كمان بيبقى عندهم خبرات سيبريت يعني للموسيقى. يذكر بأنه جرى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون فني جديد بين شركة روتانا للصوتيات ومرواز، تترجم وتعكس الريادة الفنية والثقافية بحضور الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا ميوزك جروب، والأستاذة ندى تويجري الرئيس التنفيذي لشركة مرواز للإنتاج المرئي والمسموع. طبعا في أربع محاور أساسية في الاتفاقية هذه، أهمها وأولها هو المحتوى المشترك بين مرواز وشركة روتانا، وإن شاء الله إنه إحنا يعني كشركتين سعودية رائدة في المجال نقدر إحنا نستثمر في الشباب ونشتغل على محتوى محلي ونرتقي فيه إلى العالمية. أنا أشكر الأخت ندى على هذه الاتفاقية. بصراحة يعني إحنا كنا نستنى من فترة طويلة أن يكون عندنا في المملكة العربية السعودية استديوهات بهالحجم بهالتطور التكنولوجي الموجود. احنا اليوم شركة سعودية تعتبر من اكبر الشركات الانتاج في الوطن العربي، ودائما كانت تسجيلاتنا تتم خارج الوطن، فبالتالي اجى الوقت الحين انه يكون داخل العاصمة الرياض بالذات في استديوهات بهالحجم وهالتقنية المتطورة، وما شاء الله الكفاءات الموجودة اليوم سواء من المهندسين من المشغلين كلها يعني تسمح ان احنا اليوم يكون شغلنا اغلبه بيكون ان شاء الله في المملكة العربية السعودية، والخير بيكون داخل المملكة ان شاء الله. ما في شك يعني الدعم لا محدود،
سواء لنا احنا كروتانا او لمرواس، ودائما الله يحفظه حريص على هذه الاتفاقية، وحريص ان اليوم الشغل يكون في نطاق المملكة العربية السعودية، سواء كل المبدعين، يعني المجال مفتوح لكل المبدعين العرب مش بس للفنانين السعوديين او المواهب السعودية. يعني ان شاء الله الرياض راح تكون حاضنة للفن الغنائي والفن، سواء الفنون المهندسين الصوت او الموزعين او الموسيقيين، يعني راح تكون حاضنة لهذا الشيء ان شاء الله. ومن الجانب الموسيقي إلى عالم السينما والأفلام، بحضور نخبة من صانعي الأفلام العرب والعالميين وعدد من المخرجين والممثلين الوطنيين والإقليميين والعالميين وخبراء الصناعة في المملكة، انطلقت فعالية النسخة الأولى لمنتدى الأفلام السعودي، والذي يعد منصة تجمع الركائز الأساسية والجهات ذات الصلة لتعزيز صناعة الأفلام والترويج لها والتعريف بأهميتها كقطاع واحد اقتصادي وفرص استثمارية. فكرة إن كل الصناع اللي يعملون في المجال يجتمعون في مكان واحد، شركات، معدات، أفراد، كتاب، جهات حكومية ممولة في مكان بهالحجم، فبحد ذاتها فرصة جميلة إنه أنت تبني علاقات مع شركات، تشوف وين واصل السوق، حتى تعرف وين القطاع الحكومي ايش يقدر يقدم لك، وايش المبادرات اللي موجوده. ايفنت نتمناه من زمان. الفكره الرئيسيه منه هو اجتماع كل صناع المحتوى في المملكه العربيه السعوديه ومن العالم عشان تنميه هذا المجال. يعني الحمد لله في وجيه من زمان، يعني احنا نزل التصوير كثير ما نشوفه، اليوم شفناها واعتقد انها تجربه جدا جميله. I'm a music producer, I'm a music artist too. So basically the thing which is missing over here is making the music videos basically. So there's a lot of companies over here and they help you in making and achieving your success basically. Get to meet new experiences and new people and also new facilities. هذه كانت جولتنا الأولى معاكم، ولكن مكملين أكيد بعد الفاصل. القراءة ثمنا للقهوة، حكاية مقهى في قرية نائية. القصص في عشق الثقافة لا تنتهي، كونها محرك رئيسي لاكتساب المعرفة. فالقراءة ثقافة خالدة لا يعرفها سوى أصحابها. في هذه الفقرة رح ننتقل إلى أجواء معرض الكتاب الدولي بالرياض، وواحدة من القصص المثيرة للاهتمام مع ضيفنا سالم المخلص، الذي أخذ على عاتقه مهمة نشر الثقافة الجميلة والأدب في قرية صغيرة في نجران. أهلا وسهلا فيك سالم معنا في ساعة شباب، وأهنيك صراحة على فكرتك الأكثر من رائعة. وبداية قبل ما ندخل أكيد في تفاصيل القصة المثيرة، خليني أسألك عن انطباعك عن أجواء معرض الكتاب اللي بتتواجد فيه الآن. أهلا وسهلا أستاذة لميا، ومساء الخير على الجميع، والله يحييكم وحيي القناة والقائمين عليها. أولا فمثل معرض الكتاب، الجو العام عندما ترى أنها تقام مثل هذه المحافل الثقافية والأدبية في بلدك وفي الرياض خصوصا عاصمة الجميع، فإنك تشعر بالفخر، تشعر بالعزة. الجو العام في المعرض أنا أرى أن جميع الفئات العمرية وجميع الأطياف موجودين، من يعني شيء يدمج العالم كلهم تحت سقف واحد، وهذا ما أستطيع أن أختصره. صحيح، وما شاء الله عليك يعني سالم، أنت مثقف وعاشق للقراءة والثقافة، ولكن ما هي أهم المجالات اللي يقرأ فيها سالم؟ أهم المجالات يعني أنا إن حدثت تشتت، فلذلك أنا أرى أن كل ما أعجب سالم وردة أو زهرة في بستان فإنه يبسطها. طيب خلينا من جانب القراءة. أي تفضل سالم. من جانب القراءة يعني المواضيع المثيرة لاهتمامي دائما ما يهتم
الآداب والفنون المتنوعة خصوصا في التاريخ والفلسفة، فلسفة الأديان، فلسفة الثقافات المختلفة، الميتافيزيقيا، وخصوصا في الفترة الأخيرة عكفت على الأدب وأميل أحيانا إلى العالم الجديد، إنترنت الأشياء والواقع المعزز وما إلى ذلك. جميل جدا. طيب سالم، خلينا نروح لقصتنا مع مقهى الخطوة اللي أنشأته بجهد شخصي في قرية صغيرة في نجران. صراحة أنا متحمسة أفهم منك الفكرة أكثر عن هذا المقهى. الفكرة إذا كنت ابن قرية وتشعر بأن انتمائك هنا، وتتذكر عندما قال الشاعر: بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها، فإنك تشعر بالأسى إذا رأيت أن هذه القرية تؤول إلى السقوط وأنها كادت أن تكون مهجر، فتتضارب الأفكار لديك حتى تصنع شيء يجعل من خرج من هذه القرية يعيد النظر إليها وتلفت رقاب العالم إليها كذلك، وتجعل بها نقطة مضيئة كي تكون مزار، ويعلم العالم كله أن هناك قرية قام عليها أحد أبنائها بتكاتف مع من حوله لكي تكون هذه القرية مزار ولا تكون مهجرا. كفو والله سالم. والجميل في الموضوع أنك قمت بتأسيس المقهى من المكونات الطبيعية في القرية ومن الأخشاب أيضا الموجودة في نجران، فودنا تشرح لنا أكثر عن مرحلة التأسيس. أنا استلهمت من الطب أن عندما إنسان أحد أعضاءه أو أحد أطرافه فإنهم دائما يحاولون تجميله من قطعة من جسده، فالقرية حاولت أن أجملها من أخشابها، من البيئة ومن الطبيعة، ويعني أقتطف من الطبيعة ومن البيئة حتى أجعل مكان مضيء وتحفة فنية يراها الجميع ويعلم أن هناك جمال داخل هذه القرية وأنها امتداد لمن سبقونا، وما نحن إلا نقطة وصل نمد اليد لمن سبقونا ونستمد منهم لنمد من سيأتون من خلفنا. الملفت اسلم. جعلت المكان من موجودات البيئة نفسها، حتى بدت كما رأى الجميع. طبعا أنا لست بنجار، ولكن أخذت على عاتقي أن أكون كذلك حتى أجعل شيء يفيد الجميع. يعطيك العافية والله سالم. شايفين ما شاء الله عليك الإبداع وما قصرت، ولكن الملفت في الموضوع أن القراءة مقابل القهوة، هذه النقطة المثيرة للاهتمام، ياليت لو تعطينا نبذة عن هذه الأسعار. طبعا نرى في الآونة الأخيرة أن معدل شراء القهوة أصبح كثيف جدا، وأن القهوة أصبحت ذات كلفة عالية على الفرد وعلى الجماعة، فأحببت أن أبسط الفكرة للجميع خاصة المثقفين الذي لا يقرأ إلا بقهوة ولا يحتس القهوة إلا وأمام كتاب ويربطها كذلك، فحاولت أن أبسط الفكرة وأن أجعل أسخر من مالي الخاص شيء للجميع، يعني بدلا أن تذهب بعيدا وتقطع مسافات طويلة كي تحصل على كوب قهوة بكلفة عالية وتشتري كتاب من المكتبة. أنا جمعت لك هذه الكتب من القرن الماضي من عام 97، وأنا بصغري أجمع تلك الكتب، وأنا لدي هاجس كبير أنها ستصبح شيئا ما، يعني فحاولت أن أربطها كتابها بقهوتها كي أبسط الفكرة، يعني أنت تستطيع أن تجد كل شيء بأقل التكاليف وبأقل الكلفة، ولكن أنت افتح الكتاب. أنا ما جعلت السعر هكذا، يعني مثلا القهوة السوداء 17 ريال بالسوق، أنا جعلتها لدي ب 17 صفحة، يعني هذه عملة جديدة مقابل قراءة 17 صفحة القهوة تكون مجانية، صحيح؟ يعني أنا لا أعتبرها مجانية، أنا أعتبرها مدفوعة لي، مع أنا الذي أخسر مادة، ولكن أنا أرى أنني من يكسب أن يرقى بمجتمع ويرى من حوله يقرؤون يتثقفون، وهذا هو السمو، يعني عندما تكون في خدمة الأدب والثقافة فأنت تسمو.
أنت من المستحيل أن يتدنى مستواك أو أن تبيد مع الأيام، أنت تسود هنا فعلا. يعني يعطيك ألف عافية على هذه الفكرة، وقشعر بدني وأنا أسمعك على فكرة سالم، لأن فعلا يعني نحن نحتاج نوعي الناس أكثر حول القراءة والثقافة، لأنه فعلا يعني لما بنسوي هذا الشيء وبنوعيهم أكثر نحن نرتقي بمجتمع واعي، مجتمع مثقف، مجتمع مهتم أكثر بالقراءة. ونهنيك أكيد على هذه الخطوة، ولكن يعني كيف شفت التفاعل، الإقبال؟ هل فعلا الناس أو الزوار أو السياح لما بيعدوا من هذه القرية الصغيرة الموجودة داخل نجران بتعجبهم هذه الخطوة، بيكون في تفاعل منهم، إيش بيصير معك؟ طبعا الخطوة هو الجبل الذي كان مسقط رأسه، فإذا أردت أن تذهب للخطوة فعليك أن تقطع عدد من الخطوات، وعليك أن تمد الخطوة، فمن مد الخطوة صوبنا والله يحييه. فالزوار السياح ولله الحمد والفضل والمنة أتوا إلينا كثيرا، أبناء القرية اللي كانوا فيها قبل عشرات السنين وهاجروا منها عادوا من أجل هذا المشروع، حاولوا الدعم وحاولوا الوقفة الصادقة، ورأينا يعني أعداد جات، سجلنا أرقام من الزوار ولدينا دفتر الزوار، لاقت استحسان كبير جدا من مختلف الفئات العمرية، يعني أشخاص يقطعون المسافات وهو كان بإمكانه أن يذهب لمقهى قريب منه، ولكن يقطع المسافات حتى يصل إلينا حبا في المكان وحبا في الفكرة، وهذا ما سعينا إليه، وليس حبا للظهور أو حبا لأن نسود نحن، وحنا الآن نبحث عن تسود الفكرة بإذن الله، ونشوف يعني في مختلف قرى ومدن المملكة هذه الفكرة. ولكن المقهى تقريبا له سنة إلى الآن، إيش الإنجازات اللي تحققت كقيمة ثقافية؟ طبعا الافتتاح كان في 2022، وهذا اليوم مولد ولدي الأكبر محمد، الله يصلح لنا والمسلمين أجمعين، آمين يا في 7 سنوات سبقت هذا التاريخ، ولكن أحببت أن أربط تاريخ ذكراه بتاريخ افتتاح هذا المكان، لأنه مسمى على جدة الذي هو صاحب هذا المكان من الأساس، وكان يجتمع لديه الأدباء والمثقفون في هذا المكان. فالأرقام سجلنا أرقام عدد صفحات تقريبا موجودة في دفتر الزوار لدينا تجاوزت 4000 صفحة قرئت في المكان، تقريبا أكثر من 300 كوب أعد خصيصا للقراء. يعني نحن نبتدي بسيدي محمد بن سلمان في التدقيق خصوصا على الأرقام في مثل هذه المشاريع، فهو قدوتنا في وضع أرقام وأهداف يجب أن نصل إليها بإذن الله قريبا سالم. وحقيقي نحن نتمنى لك كل التوفيق. خلينا نرجع لأجواء معرض الكتاب بالرياض، هل في دور نشر متحمس أنك تزورها اليوم؟ أكيد سلطنة عمان متواجدة في المعرض، هل في كتب أيضا تنصح فيها الناس باقتنائها؟ أنا حاليا يعني تقريبا أكثر من نصف دور النشر المتواجدة لدي معهم علاقات من سنوات طويلة مضت، فمجرد أن يصلوا أنا يكون لدي أخبار أنهم سيصلون. بالنسبة للجميع، للشباب، لجميع الفئات العمرية أنصحهم بالقدوم إلى هنا، إن لم يشتري كتابا فسيقرأ شخصا لديه 100 كتاب، هذا من هذا الجانب. أما من جانب الكتب فأنصح بالقراءة، لا أعمم نهائيا ولا أخصص وأقول اقرأ بالجانب الفلاني أو الفلاني، ما رأيت يستهويك أو ما كان من هواياتك أو ما كان ميولك إليه فاقرأ فيه، لا تتردد، لأن قراءة كتاب واحد يفتح لك آفاق أنت لا تعلم من أين ستنفتح هذه الآفاق. أكيد طبعا أتفق معك سالم، بإذن الله نزورك في مقهى الخطوة في نجران، وبإذن الله أيضا يكون عندنا فرع في جدة قريبا بإذن الله. شكرا. الله يقويكم، وأنا داعم لأي شخص يريد أن يفتح مثل هذه الفكرة. آمين يا رب. هذه دعوة عامة لكل الشباب اللي حابين أنهم أكيد جميع.
يقتدوا بسالم وتكون عندنا مقاهي أكثر للقهوة مقابل القراءة، ممكن يتواصلوا معك. ويعطيك ألف عافية سالم، نورتنا وشرفتنا. شكرا لك. الله يعافيكم. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل متاعب السمنة حلول عملية بدون أي تدخل جراحي. تغير نمط التغذية لدى الإنسان وقلة الحركة سبب مهم في تزايد معدلات السمنة في مختلف أرجاء العالم. طبعا بسبب هذه المشكلة ظهرت الكثير من الحلول الجراحية واللي انتشرت بشكل سريع، ولكن تظل هناك فئة لا تفضل التدخل الجراحي. إذن ما هي الحلول؟ استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة دكتور عصام باتيا في هذا الحوار. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، العمليات هي الخيار الأول والأكثر انتشارا للسمنة، ولكن بعض الناس ممكن تتردد في اتخاذ هذه الخطوة طبعا لما تتبعها من أضرار، ممكن تكون هذه الأضرار صحية أو أضرار نفسية أو أضرار يعني معنوية بتكون لدى الإنسان. عادة إيش بتكون مخاوفهم؟ أكثر شيء يخوف أي مريض أنه يدخل غرفة العمليات، بالذات أنه ما قد سوى عملية قبل كده، حكاية التخدير. ولا الآن بالنسبة للعمليات والعمليات اللي احنا نجريها فهي آمنة، فتحات صغيرة قد كده بالمناظير بإجراء آمن في وقت قياسي، وقت صغير ووقت قليل جدا. فالدنيا تغيرت، من زمان كان المريض يتشق من هنا لهنا عشان خاطر يتسوى عملية، الآن فتحات صغيرة إنه والله تتسوى، بس الآن في تطور كمان أكثر من كده. حلو. طيب بمعاييركم الطبية، يعني من هو المريض المرشح للتدخل الجراحي؟ سؤال مهم جدا. أول شيء التشخيص، أنه المريض هل هو عنده سمنة ولا لا؟ كيف أعرف أنه أنا والله سمين ولا أنا لا؟ فيه معيار اسمه كتلة الجسم. كتلة الجسم عبارة عن الوزن على مربع الطول بالمتر، يعطيني رقم. الرقم اللي يطلع لي هذا الإنسان الطبيعي من 18 لـ 24. بعد كده نبدأ ندخل في مرحلة زيادة الوزن. بعد كده ندخل في مرحلة سمنة درجة أولى لغاية 30. بعدين سمنة درجة ثانية 35، وأي شيء 40 وفوق تعتبر سمنة مفرطة من الدرجة الثالثة، وهذه الفئة اللي هي المرضى اللي تحتاج للتدخل الجراحي كعملية. اللي نحن بنتكلم طبعا عن الكتلة الدهنية اللي بتكون في الجسم، صحيح؟ هي مو فقط الكتلة الدهنية. بالمعادلة اللي قلتها لحضرتك اللي هو الوزن على المربع الطول بالمتر، فهي لغة أرقام على أساس أنه نقدر يكون في معيار، لكن في برضه محيط الخصر، في الميزان اللي هو يحسب فعلا كتلة الدهن وكتلة العضل وكتلة الموية. فكل هذه قياسات متعددة، بس لكن كلغة أرقام بسيطة أنه والله أعطيني وزنك وطولك وأنا أقول لك أنت أيوة مريض سمنة ولا لا. حلو. طيب زي ما ذكرت في المقدمة دكتور عصام أنه في ناس كثير ما تفضل التدخل الجراحي، فبشوف الفترة الأخيرة أيضا ظهرت يعني علاجات وحلول جميلة وبتكون بدون أي تدخل جراحي، فخلينا نتكلم عنها. صحيح، وبالعكس احنا ننصح، وانه يعني على قولهم آخر الحلول موضوع العملية. في حلول قبل كده؟ ايوه في حلول. في الأونة الأخيرة أكيد سمعتي عن موضوع الإبر، وصار فيها هالة إعلامية كبيرة، وصارت ترند كمان، صح؟ وبالذات موضوع أنه مضاعفاتها مشاكلها. الإبر موجودة من تقريبا 2013، ترى ما هي شيء جديد، من 10 سنوات، وبالعكس كل يوم والثاني بيطوروا فيها. لغاية أنه قبل يومين في شخص أرسل لي أنه العلماء في فلوريدا في منتج جديد أنه والله يخليك تخسر من الوزن بدون حتى ما تسوي رياضة. الله. فقعدت أضحك. الله، هذا اللي نحتاجه دكتور فعلا. إبر إنقاص الوزن بجميع أشكالها وأنواعها. في عندنا بعد كده بخطوة اللي هي الأشياء اللي تنحط في المعدة بس بدون عمليات، بالمنظار عن طريق الفم، اللي هي بالون المعدة السنوي، وفي منه نوع بالون 6 شهور، وفي كمان الكبسولة الذكية. الكبسولة الذكية هذه إجراء بسيط يتم في قسم الأشعة، مدته 10 دقائق. تبلع كبسولة صغيرة قد كده، في لها أنبوب يتعبى بسائل محلول ملحي فيها،
البالونة هذه تبقى داخل المعدة 4 شهور وبعد كده تطلع مع الفضلات، لا منظار لا تخدير ولا عملية. وهذه ما لها أي مضاعفات دكتور؟ ما في شيء في الدنيا بدون مضاعفات، زي ما له زي ما عليه، ولكن لما تكون بإشراف طبي وتسمع التعليمات تأخذ أدويتك وعلاجاتك أمورك تمشي بسلام. حلو. طب بما أنه يعني إبر التخسيس صارت عليها هالة إعلامية كبيرة وصارت منتشرة، وفعلا أنا بشوف يعني مو بس اللي أوزانهم عالية، كمان البنات اللي أوزان اللي ما عندهم سمنة ولا عندهم أي سمنة مفرطة وأيضا بيستخدموا هذه الإبر مثل السكسندا والأوزومبيك والمنجار وآخرها، طبعا هل مثلا في ملاحظات يجب الانتباه لها قبل الاستخدام ولا لا؟ طبعا دائما ننصح أنه المريض أول شيء لازم يكون في استشارة، مو أي شخص أنه لازم أنه يقدر أو ممكن يستخدم هذه الإبر. أهم نقطة تاريخ الأسرة المرضي، أنه ما يكون أحد عنده لا قدر الله أورام في الغدة الدرقية وفي تاريخ مرضي معين الطبيب حيسأله للمريض. النقطة الثانية في تحاليل وبعض الفحوصات حقة الدم لازم تجرى من مثلا وظائف الغدة الدرقية، السكر، تحليل الدم الأساسي، هذه أشياء أساسية. والشيء الثالث أنه لما الطبيب يبدأ يوصف لك إياها حتكون بجرعات، والجرعات هذه بمتابعة. ليش؟ علشان أنا بعد ما أتابع وأنه والله هل فعلا أنت بتستجيب وبينزل الوزن وفي نفس الوقت ما في أي مشاكل صحية أخرى، أنه ظهرت والله شوية اضطرابات في وظائف الكلى، وظائف الكبد، في شيء في التحاليل، وقتها نحتاج أنه إحنا نوقف. صح فعلا، وخصوصا أنه الناس بدأت تتبادل الآراء، يعني مثلا أنا بشوف صاحبتي والله نزلت على هذه الإبر أروح على طول أستخدمها، ولكن بيكون في مضاعفات متوقعة لهذه الإبر، صحيح؟ صحيح. إيش أهم هذه المضاعفات؟ بداية الاستخدام اللي هي نسميها أعراض جانبية للإبر من ناحية اللي هو الغثيان، الاستفراغ، المغص، لكن على المدى الطويل بدون إشراف طبي بدون إجراء تحاليل قد إنه الموضوع يأثر على وظائف الكلى ووظائف الكبد. طبعا هذا يعني أمر خطير جدا، هل تنصح فيها بكل صراحة دكتور هذه الإبر أو لا؟ أنا أكتبها لمرضاي، في منها مسجلة في هيئة الدواء والغذاء كعلاج لإنقاص الوزن زي إبر السكسندا، مسجلة في هيئة الدواء والغذاء، والشركة بتصنع الإبر هذه على أساس أنها علاج لإنقاص الوزن. فهذه اللي هي مرخصة ومصرحة هنا في هيئة الدواء والغذاء السعودية وبرضه في أوروبا وفي أمريكا، وهي دي اللي احنا بنوصفها. وهم بيقولوا هي نفسها إبر السكر صحيح؟ المركب الكيميائي يختلف، نفس الشركة هي بتصنع الأوزومبيك، بس السكسندا لإنقاص الوزن والأوزومبيك لمرضى السكر. ففي الأول وفي الأخير الشركة هذا يعني منتج كيميائي، صحيح أنه قريب لبعض بس هذا يختلف عن هذا. وفي بعض الأشخاص أيضا بتشتكي من الرجوع للوزن السابق بعد طبعا ما خسروا وزن مثلا كبير جدا، استمروا على الإبر لمدة 6 شهور أو سنة وخسروا يعني تقريبا 10 كيلو، بعد ما وقفت استخدام هذه الإبر رجعت لوزنها اللي كانت عليه طبعا قبل الإنقاص. فهذه الحالات هل طبيعي بيصير هذا الموضوع مع المراجعين والمرضى أو لا؟ نعم للأسف الشديد، إحنا في مرضى بنسوي لهم عمليات تكميم وبنشله 80% ولا 75% من المعدة، تحطي له بالون، تسوي له كرمشة، تسوي كل الإجراءات اللي ممكن نعملها، وتجي بعد فترة تخاف أنه المريض يرجع وزنه أو أنه يرجع للوزن. أنا أقول مثلث النجاح 3 أشياء، أول شيء أكل صحي، 2 نشاط بدني، 3 وسيلة المساعدة اللي أنا بقدم لك هي. أنا ما عندي سحر وأنا عندي عصا موسى أنه والله حسوي لك كده وتنحف، لا، أنا بقدم لك وسيلة مساعدة. وسيلة المساعدة دي مهم أنه الشرطين الثانية يكون معاها، في أكل صحي ونشاط بدني. يكتمل المثلث، أنت كده النتائج تستمر معاك مدى الحياة. لا والله أنا ما عندي وقت وأنا ما أقدر أروح النادي، أنا ما بسوي أي نشاط بدني، ما في أي رياضة، لا والله أنا ما عندي وقت عشان أكل أكل صحي، وما بتختار الأكل، ما بتحسب سعراتك الحرارية. طيب أنا قدمت لك وسيلة المساعدة، فأنت بيدك أنك أنت تستفيد منها وفعلا تمشي معك النتائج مدى الحياة، أو أنه لا والله ترجع تاني لعاداتك القديمة ويرجع الوزن معها.
فعلا. طيب طبعا هذا كل اللي تكلمنا عنه في البداية هو تدخل غير جراحي. لو رجعنا شوية دكتور عصام للتدخل الجراحي وآخر التقنيات الموجودة الآن هي عمليات الكرمشة، واللي أنا شخصيا شايفة عليها إقبال كبير جدا من البنات والشباب في نفس الوقت، وكمان اللي أعمارهم صغيرة، يعني الفئة الصغيرة العمرية الصغيرة في العمر. فإيش التفاصيل اللي ممكن نعرفها عن هذه العمليات؟ عمليات الكرمشة برضو هي تعتبر هنا عندنا جديدة، ولكن يعني بداياتها من 2013، وأيام يعني تقريبا كنت في أمريكا وأيام مايو كلينيك وكليفلاند كلينيك لما بدينا التجارب حقتها، وبدأت في أدوات خاصة بحيث أن احنا نخيط، نخش عن طريق الفم بدون عمليات جراحية وبدون أي يعني جروح، عن طريق الفم بحيث أن احنا ندخل ناخذ اللي هو المعدة ونكرمشها من جوا بحيث ان احنا نخيطها من الداخل ونقلل حجمها 50%. فيصير كده احنا قللنا كمية الاكل بالنسبة للمريض وما عاد بيقدر ياكل 50%. هي خيوط بنخيطها وبنكرمش فيها المعدة من الداخل. والاجراء يتم تقريبا بالضبط في حدود ساعة، ايوة تحت تخدير عام بس في قسم المناظير مو في العمليات، والمريض يخرج في نفس اليوم. فالألم حقها اقل، ما في عندنا لا قص ولا تدبيس، حكاية مضاعفات تخافي من تسريب من الأشياء هذه هذا ما هو موجود بالنسبة ليها، ألامها أقل ومحتملة وما في أي جروح في البطن، وانت خلاص كده أمورك تمام. فميزتها أنه الوقت القليل، مضاعفات أقل، في نفس الوقت ما فيها نزول وزن قوي وكبير بالشكل اللي هو زي التكميم. فهي لها فئة من الناس اللي ممكن احنا نقدم لهم اياها كخيار مناسب، اللي حابب ينزل مثلا 10 15 20 كيلو فقط. فهذه حاجه تقدر كوسيله مساعده، نرجع نقول ثاني اقدم له، هي تستمر معه ويحافظ عليها وتبقى معه. حلو. كنت بسالك دكتور، يعني الكرمشه ما بتكون نفس قص المعده او التكميم للمعده؟ لا، هناك فرق شاسع. عملية التكميم إحنا بنستأصل تقريبا 75 إلى 80% من المعدة، والجزء ده حق المعدة لما نشيله ما عاد يرجع تاني. بينما في الكرمشة هي مجرد خيوط، أنا لا قصيت ولا شلت ولا سويت شيء. في نفس الوقت في هرمون اسمه الجرلين اللي هو المسؤول عن الجوع، هذا الجزء من المعدة اللي أنا شلته شلت منه معاه الهرمون هذا. بينما في الكرمشة الهرمون أنا ما شلته، أنا لما كرمشت المعدة بس الأنسجة موجودة والهرمون موجود. ففي عوامل تانية تفرق إنه النتائج حقة التكميم عن نتائج الكرمشة. الكرمشة تيجي أقل شوية من التكميم. طب ما بتعدي أكيد عليك حالات كثيرة يكونوا سامعين بالتكميم وحابين أنهم يعملوا تكميم، حتى لو كانت مثلا الحالة ما تستدعي هذه العمليات، هل بتنصحهم دكتور ولا بالنهاية بتسوي لهم اللي هم يبون؟ بحاول بشتى الوسائل أني أقنعه. في الأخير لما نوصل يعني تقريبا على قولهم لباب مسدود، أعتذر منه بكل أدب أنه والله أنا آسف أنا ما أقدر أسوي لك العملية، ولا أنصحك تسوي العملية، بل بالعكس دائما على المعيار ده اللي قلناه في البداية كتلة الجسم. يجيني مريض يقول لي والله كتلة جسمه 30 ولا 32 وأبغى تكميم، ما تنفع لك التكميم. ليه؟ القواعد هذه وضعت في الدليل الإرشادي للجمعية السعودية حقتنا لجراحة السمنة، في الكونفدرالية الأوروبية، في الجمعية الأمريكية، ما وضعت من فراغ، بناء على دراسات وأبحاث بأنه هذا ممكن يؤدي إلى ضرر لك، وأنه النحافة الزايدة هذه والتعب ده، وتسمعي عنهم بعضهم يسوي العملية وبعد كده تصير جلدة على العظم ويجي يا دكتور شوف لي حل. نبغى ندخن يا دكتور. نبغى ندخن. فعلا. يعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات الطبية، ونورتنا وشرفتنا اليوم دكتور عصام. الله يشرف مقدارك. شكرا جزيلا للاستضافة. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين، لا تروحوا بعيد. تتواصل تفاعلات المشاركين في الأسبوع الإعلامي الذي أطلقته جامعة أم القرى في مكة المكرمة بهدف تعزيز الإعلام المواكب، حيث تأتي مواضيع الإعلام والذكاء الاصطناعي والأزمات والتصوير ضمن جملة من المواضيع التي يتم طرحها في جلسات حوارية
بين المتخصصين والطلاب الذي نستضيف منهم أكيد اليوم أنمار حجي. أهلا وسهلا أنمار. أهلا فيك. منورنا. النور نورك والله. يعني خلينا نتعرف عليك في البداية وعلى تخصصك ومسار الشغف الإعلامي اللي أخذك في هذا المجال. طبعا أنا اسمي أنمار حمزة حجي، طالب في الإعلام، تخصص إذاعة وتلفاز تحديدا. الله. طبعا تخصص الإعلام تخصص جدا جميل، يعني اللي حابين يخشوا في الجامعة يشوفوا تخصص الإعلام، تخصص جدا رائع وله مستقبل مرة مبهر، مع أنه من بداية ما دخلت التخصص الناس كلها ترى ما له مستقبل، ترى التخصص صعب، بس كل واحد يحكي تجربته. لازم الواحد لما يخش تخصص يكون مؤمن بقدراته ومؤمن أنه راح يسوي شيء في ذا التخصص، مو مؤمن بقدرات الناس، مؤمن بقدراته هو، إن شاء الله أنه راح يوصل. ما شاء الله عليك، واضح جدا عندك شغف في هذا التخصص، بإذن الله قريبا نشوفك زميل مهنة بإذن الله. إن شاء الله. طيب كيف ممكن تقول لي الصورة لفكرة الأسبوع الإعلامي اللي صار في أم القرى؟ طبعا الأسبوع الإعلامي طبعا صار بناء على فكرة طلاب، ما شاء الله تبارك الله. الفكرة قامت في وادي مكة، طبعا بالتعاون مع وادي مكة. ما شاء الله تبارك الله كان عدد الزوار ما يقارب 400 زائر، من طلاب من إعلاميين. ما شاء الله تبارك الله كان فيها محاضرات، كان فيها دورات جدا مفيدة. الصراحة كانت جدا رائعة. طبعا دكتور أيمن السعيد ما شاء الله تبارك الله في تخصص الإعلام ما شاء الله طور من هذه الأشياء، أول ما كانت موجودة، والآن ما شاء الله تبارك الله كل ما لها الأمور بتتوسع بتتطور، والحمد لله زي ما انت شايفه الاسبوع الاعلامي ما شاء الله تبارك الله كان جدا حافل. ولكن الملفت في الموضوع ان احنا اليوم بنتكلم عن دور كبير للذكاء الاصطناعي في الاعلام تحديدا، فايش ممكن نعرف عن هذا الجانب؟ الذكاء الاصطناعي حاليا زي ما انت شايف المستقبل ماشي عليه. طبعا الذكاء الاصطناعي له سلبيات وله ايجابيات، لكن ما نقول انه ما يشكل خطر، بالعكس هو يشكل خطر علينا نحن، لأنه زي ما تشاف الآن المستقبل ماشي على شيئين، التقنية والموارد. طبعا زي الذكاء الاصطناعي يعني مجال جدا واسع وجدا كبير، وودي أتكلم عليه أكثر، لكن يعني ما شاء الله تبارك الله إذا تكلمت ما أعرف إيش أبقي وإيش أخلي. لكن الذكاء الاصطناعي بإذن الله في الإعلام، وراح يمسكوه الإعلاميين وراح يركزون عليه بشكل مرة كبير، إنه راح يكون يفيدنا نحن كبشر بإذن الله. أكيد بإذن الله. أهم شيء ما يستغنوا عن الإعلاميين. لا لا إن شاء الله ما يستغنوا. أهم شيء أنمار. طب خليني أسألك يعني بشكل عام عن النتائج اللي خرجت فيها يعني كطالب إعلام من الطرح الغزير في الأسبوع الماضي. طبعا حضرنا نحن في الأسبوع الإعلامي يعني أكثر من محاور، أكثر من دكتور ألقى محاضرات عن مثلا موضوع الإعلام المزيف، هل الإعلام في المستقبل يعني راح يكون بشكل خطر. الأمور هذه كلها كانت بحضور الطلاب، والطلاب كانوا يستمعون مرة بشكل مرة كبير، كانوا يشوفون المحاضرات هذه جدا مفيدة بالنسبة لهم، راح تفيدهم إن شاء الله في المستقبل. وبإذن الله بإذن الله يعني من ضمن الأسبوع الإعلامي أنه راح يكون شيء مرة كبير بالنسبة للطلاب، أنه بكرة إن شاء الله راح يكون شيء في المستقبل، وإن شاء الله يستفيدوا من كل هذه الأمور اللي هم حضروا لها واللي هم شافوها وشاهدوها بإذن الله. ولكن يعني أنت كطالب أنمار وين شفت تفاعل الطلاب أكثر، في أي المحاضرات أو أي العناوين اللي جذبت انتباه الطلاب؟ اللي جذبت انتباه الطلاب طبعا في محاضرة كانوا يتكلموا عن الشائعات أو الأخبار الكاذبة، كان يتكلم عن انتشار الشائعات وكيف الإعلام قاعد يحاربها، وزي ما انت شايف أي خبر على طول سواء صح ولا غلط في ناس تنشره وما يعرف أصلا من مصداقية الخبر. لكن الإعلام له دور مرة كبير أنه يصحح هذه المعلومة، وأنه يعرف الناس الصح من الغلط، وإن شاء الله بإذن الله الإعلام كل ما له بتطور، هو من ضمن الرؤية بإذن الله، وبإذن الله يعني نشوف حاجة مرة كبيرة نفتخر فيها نحن كإعلاميين إن شاء الله. بإذن الله. ولكن يعني كلنا أكيد نعرف أهمية الإعلام، ولكن كيف ممكن تشرح لنا اليوم من نظرتك أكيد أنمار تطورات الإعلام القادمة، يعني قراءتك الشخصية إيش رح يصير في المستقبل؟ شوف الإعلام له مستقبل مرة كبير. طبعا أنا أول ما دخلت التخصص ناس كثير قالوا لي ترى الإعلام ما له مستقبل. كيف ما له مستقبل؟ مين قال لك كذا بس؟ كيف ما له مستقبل؟ أنت تشوفي كمان له مستقبل ولا لا؟ أكيد طبعا أكيد تشوفي له مستقبل. الإعلام يعني هو الماضي،
والحاضر والمستقبل كمان. الله يعني الله. الحياة بدون إعلام كيف يعني هتكون؟ أكيد. لكن إن شاء الله بإذن الله الإعلام طبعا زي ما قلت لك كل الناس كانوا يتكلم إنه الإعلام ما له مستقبل وإنه لكن أنا كنت أقول لهم كنت أرد عليهم ترى الإعلام إذا ما له مستقبل نحن راح نكون له مستقبل بإذن الله. لا هو أكيد لي مستقبل اطمن. أيوة الحمد لله يعني. بنشوف إبداعاتك فيه إن شاء الله في المستقبل بإذن القريب. الله. يعني أنا واحدة من المشاكل اللي دائما ألاحظ أنها تواجه طلاب الإعلام الرهاب الاجتماعي، بيكون عندهم خوف من الظهور أمام الكاميرا أمام الناس في المسارح مثلا، فكيف أنتم ممكن تواجهون هذه المشكلة؟ والله شوفي غالبية الرهاب اللي يجي الرهاب الاجتماعي للناس أو الإعلامي اللي يدوبه مبتدئ عن طريق أنه ما كان يدرب نفسه من هو صغير، كان فاقد ثقته في نفسه. يعني مثلا في إعلاميين كثيرين كبار يعني كانوا يتمرنوا في البيت على الله يكرمك يعني الفرشة حقت الشعر يتكلم قدام المرايا قارورة مويه أي شيء أيوه. فطبيعي واحد نمسكه فعلا، فطبيعي واحد يعني دوبه مبتدئ بيتكلم مع ناس ما هيقدر انه يواجه الناس وهو ما قد يعني سوى تجارب سابق حتى لو بينه وبين نفسه ما اعطى لنفسه الثقه ما درب نفسه، فطبيعي راح يكون عنده رهاب اجتماعي. اما اذا درب نفسه وثق من نفسه وثق من قدراته ان انا راح اصير شيء في المستقبل باذن الله. يعني صح اهم الاشياء اللي ممكن تكون عند الشخص عشان ما يكون عنده رهاب اجتماعي هي الثقه بالنفس، لازم تكون ثقته بنفسه كثير عاليه، وكمان التدريب والممارسه شيء مهم وجزء اساسي مهم. اكيد. وانت مؤمن بان الدراسه النظريه هي جزء من المعادله، ولكن كيف تكتمل برايك هذه المعادله؟ شوفي تكتمل المعادلة بأنه الإعلامي الناجح لازم يكون أنه يتكلم على الأشياء الصحيحة، ما يدور مثلا إثارة جدل، يكون واثق من كلامه، ما يعني ما ينشر شائعات بل يصحح الشائعات. وإذا اكتملت هذا كله إذا كان ثقته في نفسه عالية بالنسبة للكلام بالنسبة للإلقاء بالنسبة لهذا كله بإذن الله راح تكون نظرية جدا مكتملة بالنسبة للإعلامي بشكل عام. أكيد. ولكن يعني دائما الدراسة النظرية اللي بتكون في الجامعات مختلفة تماما عن أرض الواقع، فهل صار لك أنك نزلت في الميادين، صارت لك تجربة إعلامية قبل كذا، جربت نفسك يعني في مجالات ثانية تخص الإعلام ولا لا؟ طبعا الإعلام بالذات في جامعة أم القرى أتكلم عن التجربة الشخصية. طبعا الآن زي ما قلت لك رئيس القسم دكتور إيمان ما شاء الله تبارك الله قاعد يطور من نواحي كمان التدريب الميداني، قاعد يتعاون مع أكثر من شركة بحيث أنه حتى الطلاب اللي يروحوا التدريب الميداني برضو بيستفيدوا جدا بخبراتهم، بيستفيدوا كمان في بعضهم يتوظفوا عن طريق من بعد ما يخلص التدريب الميداني ويستفيد منه يتوظف، هذا كله بسبب انه عنده شغف، بسبب انه راح يقول بكرة النهار انا راح اقدر انا راح اصير. فبالعكس الدولة الان كمان قاعدة تشوف اي شخص مبدع واي شخص عنده ابتكار اي شخص عنده ابداع يطورها يخليهم شيء مرة كبير في المستقبل بإذن الله. أكيد، لأنه طبعا هذه التجربة العملية هي اللي تصقل الإعلامي الجيد، وتطوير الأدوات كذلك جزء مهم جدا لطالب الإعلام، فكيف برأيك الطالب ممكن يطور من أدواته؟ طيب الطالب يطور من أدواته أنه ما يجلس كذا جالس خلاص رحت المحاضرة رجعت البيت، لا لازم يروح المحاضرة يخلص المحاضرة يروح دورة يطور من نفسه، يشارك في مثلا دورات، يشارك في مؤتمرات، يشارك مثلا أنا عن نفسي تجربتي أشارك في تقديم البرامج. أنا قبل ما أخش تخصص الإعلام أنا دخلت في تقديم البرامج، فلما دخلت تخصص الإعلام صار يطور من نفسي الأشياء هذه كلها مكمل البعض. فأنا ما أجلس أقول أنا بصير إعلامي وبس، لا أنا بس أدرس، لا أنا لازم أطور من نفسي، لازم أدخل دورات، ولازم يعني شيء بجانب شيء ثاني مو أعتمد على شيء واحد، لازم أعتمد على عدة أشياء عشان لما أجي أتخرج أنا معايا شهادة، أنا معايا دورات، أنا معايا خبرات، بحيث أنه الواحد يأدي له السي في تفضل وظيفتك جاهزة. صح والله يا أنمار، ما ودي أختم، مستمتع كثير بحواري معك، وخليني أسألك سؤال أخير. استوقفتني إجابتك في البداية يوم ذكرت بأن الإعلامي لازم يترك أثر
جيد في المجتمع، ودي أعرف وش الأثر اللي أنت حاب شخصيا أنك تتركه في المجتمع. والله شوفي، أي شخص بالذات إذا كان إعلامي ودخل تخصص الإعلام أو درس تخصص الإعلام، لازم صراحة من يعني يترك أثر مرة كبير. وأنا الأثر اللي راح أتركه مثلا في 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 الجامعة وممكن أكون عمل، لكن أنا بإذن الله أكون ملهم بإذن الله لطلاب الإعلام، إنه ترى تخصص مرة جبار، تخصص جدا كبير، تخصص واسع، تخصص من ضمن رؤية 2030. الآن كل شيء معتمد بشكل كبير على الإعلام، وبإذن الله بحول الله وقوته راح أبني بصمة إعلامية كبيرة بإذن الله. وعلى قولتك بداية الحلقة إن شاء الله راح نكون يعني زملاء عمل بإذن الله في يوم من الأيام. إن شاء الله في يوم من الأيام ضيفتك، ولي الشرف أكيد. الله يكرمك أنمار، وأنا متأكدة من ذلك وواثقة فيك. الله كثير يكرمك. يعطيك الله ألف عافية، ونورتنا وشرفتنا اليوم. النور نورك. شكرا لك. الله يسلمك. مشاهدينا، بكذا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم. لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، وأكيد من فريق ساعة شباب، ومني أنا لمياء غالب كل التحية. أشوفكم بكرة في أمان الله.